كل يوم بمنطقة بني يخلف بإقليم خريبكا يتفقد مئات الفلاحين آليتهم ويختارون بعناية نوع المحراث الذي يتناسب مع تربتهم المحلية، وذلك استعدادا للموسم الفلاحي الجديد في منطقة تتميز بزراعة القمح والشعير وعلف الماشية وندرة الزراعة السقوية. عملية حرث أولية ستليها عملية حرث أخرى قبل المرور لزراعة الحبوب المختارة. كاين المنطقة هنا اللي فيها الحجر وكاين المنطقة اللي كتسمى هنا بيضة. بيضة كنحرثوها بهاد المحرات سيبلو، والبلاد اللي هي حرشة وفيها شوية ديال الحجر نحرثوها بالسيزال، كنقلبو بيه القلبة الأولى، ومن بعد ملي كطيح الشتا كنعاودو الحرث الثانية على حساب الربع باش ميجيش فيها الربع. كاين واحد الوقت اللي كيفلاحة كيقولو حل الحلان الزريعة، هذاك الوقت هو اللي كيسر الفلاحة بالزريعة البكرية. 3500 قنطار من الحبوب المختارة تتواجد بمركز عين الكحلة بمنطقة بني يخلف لمواكبة عملية الحرث، فيما يقوم المرشدون الفلاحيون بتوجيه المزارعين نحو الحبوب التي تناسب التربة والمناخ المحليين. كاينين هنايا في المنطقة أربعة نقاط ديال البيع، بما فيهم هذه النقطة ديال البيع ديال عين الكحلة اللي تقريبا كاين فيها شي 3500 قنطار اللي محطوطة الآن، تباعت فيها شي 250، وهاد الأنواع اللي كاين هنايا صالحة لهذا المناخ ديال هذه المنطقة، وحتى هي عندها واحد داك الطور ديال النمو ديالها قليل. يواصل الفلاحون إذن استعداداتهم بإقليم خريبكا لانطلاقة الموسم الفلاحي الجديد عبر شراء الحبوب وحرث وإعداد الأراضي في انتظار تهاطل أمطار الخير.